نور. يعني نقول بقى الباشمهندس ولا الإعلامي ولا المخرج المبدع، يعني أيهما تفضل؟ كما أنت تفضل. ربنا يكرمك، احنا وكما سعداء بحضرتك. الدكتور محمد حمزة يفضل. ربنا يكرمك. الدكتور محمد حمزة الحقيقة بيشيد إشادة بالغة من بداية حديثه بحضرتك وبسلسلة الأفلام وبالفكرة نفسها وتسليط الضوء الحقيقة على الآثار في المدينة. كلمنا عن الفيلم ده أستاذ مجدي، الفكرة، الخاطر، اشتغلته إزاي؟ يعني عايزين نعرف شوية كواليس وتفاصيل كده، ومشاهدي قناة الناس بعد إذن حضرتك ودكتور محمد معانا طبعا. والله هو الحقيقة احتاج وقت شوية للبحث، وخد وقت شوية في توثيق المسائل دي، لأنها ما كانتش سهلة قوي زي ما احنا متصورينها. ممكن تكون سهلة توثيقها في كتب، لكن من الصعب جدا توثيقها بالحقيقة في هيئة الآثار اللي موجودة في مدينة منورة، وبعض علمائها الذين وثقوا الكلام ده. يعني مركز البحوث في المدينة المنورة وثق الموضوع كنص او سكريبت موجود كتبته انا في نادي والحوار ايوه للدكتور مصطفى البدوي، كذلك الدكتور انور البكري مثلا، استاذ علم السيره. كل ده خد وقت الحقيقه لغايه لما اتوافق عليه. حتى الاستاذ عمر خلاته بالمسجد النبوي الشريف وثق لنا الكلام ده عشان ما نغلطش اي غلطه. وبعد كده رجعنا برضو مع الدكتور محمد حمزة النصوص الخاصة بالسكريبت نفسه، وبدأنا نصور. طبعا التصريح ما كانش سهل قوي يعني الحقيقة، لكن الحمد لله كان مجموعة من المصورين ممتازين، أحمد كردوس، هاني تقي الدين، ماشي. لو صوت الأستاذ حضرتك أيمن، اعلى شويه اكون شاكر لحضرتك استاذ مجدي بعد اذن حضرتك. الأستاذ أيمن أبو المكارم، ايوه مدير والأستاذ التصوير طبعا أحمد الشهير، كردوس، والاضاءه. وكمان في مصور تركي كان معانا برضو، في هاني تقي الدين، في الأستاذ معتز كمال الكاتب الحقيقة برضو المخرج الفني للعمل، الأرت دايركتور، في معايا ناس كتير جدا. يكفي مثلا الأستاذ عمر خيرت يا سلام الموسيقى التصويرية يا سلام، شارك معانا، صديقي وزميل العمل ده الحقيقه، كان طلع لقيت برضه محمد ابو السعد واحمد ابو السعد في شركتهم وفي وسط المكان اللي كنا بننتج فيه الموضوع، مراجعه الدكتور علي جمعه. يا يعني سلام فضيله العلامه علي جمعه راجع النص بنفسه هايل هايل. نمره 2. ودي بقى يعني كانت يعني مفاجاه الحقيقه، انه شاركني في العمل برضه بالتعليق الصوتي اسامه الازهري، دكتور الشيخ أسامة أسامة طبعا. الأزهري، يعني فضيلة الشيخ أسامة. الحقيقة يعني الحقيقة كلهم ساهموا معانا مساهمة جميلة جدا جدا، وأنا مش عارف أشكرهم إزاي الحقيقة. في فيلم رابع طيب يا استاذ محمد ولا حاجه، ولا استاذ بجدي، ولا يعني هنكتفي بالافلام العظيمه الثلاثه اللي تم انتاجهم بالفعل؟ لا والله احنا يعني منتظرين، بس ان شاء الله باذن الله احنا اولا كل منتج من دوام بنترجمه حضرتك الى الانجليزيه والفرنسيه والاردو ايوه والملايو. الاردو طبعا الهند والباكستان، طبعا وملايو اندونيسيا وماليزيا وسنغافور وبروناي وتركيا، وفي صدد كمان احنا نعمل لاسبانيا والمانيا. فالسلام عليك يا رسول الله، ثم مسجد سيد المرسلين، ثم الفيلم اللي حضرتك بتتناوله النهارده المدينه خير له لو كانوا يعلمون. بعد ترجمته وتوزيعه ان شاء الله بنبدا دلوقتي مع الدكتور عبد الله القاضي فيلم طريق الهجره، على طريق الهجره، هجره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من مكه المكرمه للمدينه المنوره اللي استغرقت 15 يوم كما يعني وضح في علوم السيره. احنا هنصوره بالسياره لمده 4 ايام كل المواقع دي، ومعانا ايضا طياره هليكوبتر ان شاء الله باذن الله هايل، لبعض المواقع. ده فيلم جديد اللي بنعد ليه ان شاء الله، وهيتم بالتوفيق دايما الحقيقه دكتور مجدي او باشمهندس مجدي بقى والاستاذ مجدي. بيعجبك اي حاجه. وبالتوفيق وبنشد على ايدك وبنشكرك على هذه النوايا من الافلام الله الحقيقه يكرمك، اللي بتلقي وانا الضوء على الله يكرمك جوانب استاذ شريف، انا وزوايا سعيد جدا خافيه. بقناه الناس، لكل الناس فعلا.
ربنا يبارك في حضرتك. وتحياتي لبيفك الجميل دكتور محمد عايز تسأله في حاجة حمزة. دكتور الله محمد أو يخليك، تقول حاجة؟ مشكورك، بيسلم على حضرتك يا باشمهندس. أشكرك يا باشمهندس مجد، إن شاء الله الله يخليك يا فندم، توفيق تحياتي، وتستمر معاك إن شاء الله في المشاهدة. إن شاء الله شكرا الإعلامي.